الحكومة تريد لهذا يعني هذا الموسم السياحي أن يكون موسما ناجحا. علاش؟ لأن غادي نحقوا فيه مجموعة ديال الأهداف اللي محتاجها بلادنا ومحتاجها الاقتصاد ديال بلادنا. ما يمكنش واحد السنة اللي تعرفت بواحد الصعوبات على المستوى الفلاحي ما نستافدوش من الإمكانيات المتاحة على المستوى السياحي. وهذا علاش كتجي العملية ديال مرحبا، وهذا علاش كاين واحد التعبئة وكاين واحد التوجيهات من صاحب الجلالة. وبالمناسبة بالإضافة للإجراءات اللي قامت بها الحكومة لفائدة القطاع السياحي والمتمثلة في 2 مليار ديال الدرهم اللي توجهات لهذا القطاع باش يكون في واحد المستوى اللي قدر يستقبل السياح ونحسنوا من المستوى ديال 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 الاحتياطي من العملة الصعبة ويجيو المغاربة في واحد الظروف اللي هي ملائمة. الحكومة خدت واحد القرار جديد يتعلق بإقرار ما يمكن أن نصطلح عليه بالتأشيرة الإلكترونية. ما غيبقاش الآن جميع الأجانب الذين يرغبون في زيارة المملكة يمشيوا للقنصليات، خاصة اليوم تنعرفوا الصعوبات ديال التنقل من بعد الكوفيد وهذه العقلية الجديدة اللي بدات يعني تتأكد يوم عن يوم بأنه يصعب أنك تمشي لواحد غتمشي لواحد البلد اللي ما فيهش تأشيرة ولا اللي فيه تأشيرة إلكترونية. فبالتالي بتعليمات سامية من صاحب الجلالة ولي من أجل مواكبة القطاع السياحي وتوفير كل إمكانية ديال النجاح ديال الموسم السياحي الحالي تم إقرار هذه العملية اللي غتنطلق يوم 10 يوليو من هذه السنة. أنا غادي نوضحها لك. هذه المسألة تضم أو لا تستهدف في مجمل ديالها حوالي 49 دولة. شنو هما الإجراءات اللي فيها؟ فيها ثلاثة ديال الفئات المستهدفة. الفئة الأولى هي فئة المواطنين الأجانب الخاضعون لنظام التأشيرة بالنسبة لبلادنا إلا بغاو يدخلوا خصهم التأشيرة، والمقيمون بإحدى دول الاتحاد الأوروبي. مثلا هادو ناس اللي تيعيشوا عندهم الإقامة ديال الاتحاد الأوروبي أو لا الولايات المتحدة أو لا أستراليا أو لا كندا أو لا المملكة المتحدة أو لا اليابان أو لا سويسرا أو لا زيلندا الجديدة. كل مقيم في هذه الدولة وخا ما عنده غير يعني هو مواطن ينتمي إلى دولة أخرى كان المفروض يعمل تأشيرة باش يدخل لبلادنا. يكفي أنه يعمل واحد الطلب على مستوى واحد البلاتفورم اللي يتم الاشتغال بها قريبا ويحصل على الفيزا الإلكترونية ديالو إذا كان مستعجل في 24 ساعة وإذا ما كانش مستعجل في 72 سنة في 72 ساعة. وكل فيزا كل تأشيرة عندها واحد الرسم يؤدى عليه 24 ساعة أقل من 72 ساعة، وطبعا 72 ساعة 24 ساعة ولا 72 ساعة. الفئة الثانية هي فئة المواطنون الأجانب الخاضعين لإجراءات التأشيرة والحاملين لإحدى تأشيرات بعض الدول. يكفي أنه عنده في الباسبور ديالو واحد تأشيرة من ديال واحد الدول اللي هي شينغن، أو اللي عنده تأشيرة الولايات المتحدة الأمريكية، أو اللي عنده تأشيرة ديال أستراليا أو اللي كندا أو المملكة المتحدة أو اللي إيرلندا أو اللي زيلندا الجديدة. اللي عنده تأشيرة اللي صالحة لمدة 90 يوم على الأقل من حقه يدخل المملكة المغربية بواسطة تأشيرة إلكترونية ياخذها في 24 ساعة ويدخل البلد بدون أي إجراء، كيتوصل بالتأشيرة الإلكترونية وكيقدمها في الحدود وكيدخل بدون أنه يتنقل شي قنصلية. بالنسبة للمواطنون اللي تكلمت عليهم قبيلة، هما اللي خصكون عندهم واحد الإقامة ديال هذاك البلد سارية المفعول على الأقل 180 يوم. وكاين الفئة الثالثة هي مجموعة ديال الدول اللي عندها مثلا مجموعه من التسهيلات للولوج لهذا المجالات بحال شينغان بحال الولايات المتحده بدون تاشيره، اللي هي تايلاند واسرائيل. هادو من حقهم انهم يدخلوا المملكه المغربيه بدون كيف ما قلت ياخذوا غير بجواز سفر عادي وبتاشيره الكترونيه. اذا هذه التاشيره كيكون فيها المده ديالها 30 يوما، ولكن تقدر تكون يعني يقضي 30 يوم في المملكة لكن تقدر تكون المدة ديالها تمتد إلى 6 أشهر ديك المتعددة الدخول. وبالنسبة كيف ما قلت الرسم سوف يتم نشره في الجريدة الرسمية ديال الذي يجب أداؤه بالنسبة 24 ساعة و 72 ساعة. والآن الوزارة ديال الخارجية تعكف على هذا الملف عبر يعني تسخير 15 إطار معهم 4 ديال القناصلة اللي بداو كيشتغلوا على هذا التعامل مع هذا الموضوع هذا. وكيف ما قلت سيصبح ساريا المفعول وسينطلق العمل به ابتداء من 10 يوليوز من هذه السنة. وطبعا
الإجراء يهدف إلى تطوير وعصرنة العمل القنصلي بمختلف البعثات الدبلوماسية، انخراط المغرب بالتوجه الدولي الوطني نحو الرقمنة، وأيضا تيسير الحصول على تأشيرة المملكة المغربية ومواكبة القطاع السياحي الوطني ببلادنا. إذا قلت التأشيرة الإلكترونية ستنطلق إن شاء الله يوم 10 يوليوز، واللي طبعا الهدف منها هو نستغل كل الإمكانيات اللي كيتيحها هذا الموسم السياحي اللي كيظهر بأنه سيكون إن شاء الله بإذن الله تعالى إلى حافظنا على شي شوية ديال التباعد. وخا قلت الحكومة راه لا نية لها في تشديد، بل على العكس الحكومة تدفع نحو أن يكون الرواج الاقتصادي وترجع الحياة الطبيعية والناس يشتغلوا والمقاولات تشتغلوا. هذا علاش خدت مجموعة ديال الإجراءات الداعمة للمقاولات.